واحد من اللاعبين العظماء في النادي الاهلي، واحد من الاسماء الكبيره المهمه الرائعه اللي عندها مستوى ثابت دائما، لا اصابه تاثر فيه ولا مشكله تاثر فيه ولا غياب ولا اي حاجه، تلعبه نص ملعب تلاقيه، تلعبه باك رايت تلاقيه، هتحطه على الشمال هتلاقيه، هتلعبه مهاجم هتلاقيه، هتلعبه مدافع هتلاقيه، ولو لعبته حارس مرمى هتلاقيه، هو اكرم توفيق. كابتن اكرم مشرف ومنور والف مليون مبروك. حبيبي يا كريم، ربنا يخليك يا رب، ما تحرمش منك يا حبيبي على الكلام الجميل ده. ده اقل، مبروك لجمهور النادي الاهلي. اقل من حالك بكتير. ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يعزك. العفو يا حبيبي. النهارده قال لك اصل خطوره العين من ناحيه الشمال، لو اكرم توفيق لعبه سفيان رحيمي في الهجوم ودوه على الشمال، يا عيني الراجل اتصدم، ولا اكرم توفيق في كل مكان في الملعب. النهارده اكرم توفيق قتلت هجوم العين تماما انت وزمايلك في خط الدفاع بشكل رائع يا كابتن اكرم. والله احنا الحمد لله رب العالمين، انا بشكر اللعيبه كلها، هو مش اكرم بس، ده اكرم صح. وخط الدفاع كله ونص الملعب وحتى الناس اللي كانت قاعده على الدكه، كل الناس. مشهد اللي احنا شفناه واحنا نازلين الملعب، الجمهور ده ما كانش يروح، ما ينفعش يروح زعلان. قاتلنا عشان خاطر الناس دي، عشان كان في ناس بتشكك ان احنا شبعنا. لا احنا ما بنشبعش بطولات، كل بطولة انت بتخشها ده قدرك انك في النادي الاهلي لازم تاخدها. حتى لو لا قدر الله ما خدتش البطولة دي، مش معنى كده انك قصرت او بتأثر، لا هو بيبقى حظ، ما سوء توفيق بس مش اكتر، بس دي بتديك دفعة للبطولات اللي جاية. صحيح، وهذا دليل الحمد لله في ظرف اسبوع بطولتين الحمد لله. لما خسرت السوبر الافريقي امام الزمالك كنت لسه بتكلم قبل ما انت تدخل على طول، الاهلي يا اخي لما بيخسر مباراه ولا يخسر بطوله بعد كده بيتوحش على كل البطولات بعد كده. مباراه السوبر الافريقي دي تحديدا انت من الناس اللي كان بعض الناس هاجموك وانتقدوك في المباراه، رغم ان الحاله كلها ما كانتش في افضل شيء بالنسبه للنادي الاهلي. هل تاثرت مع الضغوط ديت؟ هل حسيت انه يا جماعه ده انا اكرم توفيق اللي ياما شلت وياما عملت ولسه هعمل تاني؟ تاثرت من اي شيء يا كابتن اكرم؟ انا اكيد مش بفكر، ده تفكير سلبي يعني. ان انا مثلا انزل حد يجي يقول لي انت وحش، هي دي حال الكوره يعني. الناس دلوقتي بتسقف لك، بكره مش هتسقف لك، بلاش الكلمه الثانيه، بكره الناس بتتكلم عليك وحش، بكره هتسقف لك، هي دي حال الكوره. اهم حاجه تتقي ربنا في الشغل اللي انت تشتغله، التمرين، تموت نفسك، يكون عندك انقاذ ذات للحاجه اللي انت بتحبها عشان توصل للهدف اللي انت عايزه. عظيم. بغض النظر انت بتتمرن على الحاجات اللي ناقصاك، الحاجات مثلا اللي انت كويس فيها فبتنميها عشان توصل لليفل تبقى قدير انك تلعب في النادي الاهلي. النهارده قبل المباراه كنت بتقولوا لبعض ايه كلاعبين ومع الجهاز الفني، مع مارس الكره والجهاز المساعد؟ والله احنا مع بعض كل ماتش بننزله بنتكلم مع بعض. الراجل يعني في المحاضره اتكلم بشكل ايجابي على نقط ضعفهم، وفي الاول وفي الاخر دي بتبقى متوقفه على ال 11 اللي في الملعب. صح. او متوقفه عليك انت كلاعب، انت لو في حالتك يعني. اديك شفت يا كريم، كل واحد النهارده ما شاء الله يعني، كل واحد كان في حالته، لانه كلنا كنا عايزين وكلنا كنا محتاجين. فرقه العين فرقه كبيره جدا، ما حدش يقدر يقلل منها ومن جمهورها، ولكن انت سمعت زي اي حد سمعت ان مثلا قالوا يا ويلك يا اهلي من العين. ايوه، دي حاجات مبدئيا مش مع النادي الاهلي، والله مش قصدي حاجه، ولا قصدي بقى الناس تيجي تقول اكرم قال وعاد، انا مش قصدي كده خالص. لا يا جماعه، احنا بنحترمكم عشان انتوا فرقه كبيره، بس انا قلت كلمه، قلت احنا بنرد في الملعب، وده النتيجه، احنا ردينا في الملعب وقدام الناس كلها، عملنا ماتش كبير عشان خاطر فعلا كان ورانا جمهور كبير وعظيم، وده كان الدليل ان ربنا كرمنا، والبطل البطوله الاول هو الجمهور، بعدين اللعيبه ومجلس الاداره وكل الناس دي كلها، لان كله تعب عشان خاطر الناس دي ما تروحش تعلن.